الجمعيات الخيرية نقولوا المؤسسات اللي موجودة في النقطة قدام مدير الإدارة وخلى وسامحني أنا المعاهد الخاصة الوضعية راهو مجسمات كاملة بالصور موجودة وبين الأشياء الموجودة وبين البشر مروحة من خلال زيارتنا اليوم للمعهد المهن الشامي لشخرة، هذه زيارة قمنا بها من خلال زيارة تفقدية لأحد مؤسسات التعليم الفني المتوسط. الحقيقة من خلال الزيارة تفقدنا الفصول الدراسية والتخصصات والمهن والمدرسين والمعلمين، نوقش من خلال أعضاء التدريس بعض الاحتياجات التي تنقص هذه المؤسسة من الكتاب المدرسي إلى مستحقات العلاوة الحصة والتدريس إلى بعض الورش والمعامل. والحقيقة لقينا هناك انسجام وتفاعل كبير من المدرسين والمعلمين والمدربين لنجاح العملية التعليمية بالذات في التخصصات الصحية والحاسوب والإدارية المالية. لا هي مش البداية تسحبي هي التخصص الصحي راه مش راه تعامل بسيط يتعامل مع الدم مع الجروح مع الأعضاء هي مصبرة الطلبة اللي غادي مرات أكثر فسادة مرات مصبرة هذول 5 سنين معاه. حقيقة الزيارة كانت ناجحة وأعطاني بادرة لتفعيل بعض التخصصات الأخرى وهي تخصص في منطقة شخرة وهي الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة أو طاقة صناعة النفط. الحقيقة في المدة القادمة الأخرى بإذن الله حيكون هذا التخصص موجود في منطقة شخرة أو تفعيل هذا التخصص واستكمال المناهج والخطة الدراسية لهذا السنة والسنة القادمة بإذن الله. نتمنى التوفيق للجميع والشكر لهم الاستقبال والترحيب، وهذا ما يدل ان المنطقه واهلها وناسها. شكر لهم مره اخرى ولهم الفائق التقدير والاحترام ان شاء الله. شكر تقدير السيد المحترم المهندس صلاح الدين سلامه.